السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما بعد، يعني نستكمل رحلتنا المباركة في تعلم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وكما تكلمنا مع حضراتكم من قبل أننا في أشد الاحتياج لتعلم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأن التوحيد وتوحيد الأسماء والصفات هو أشرف العلوم على وجه الأرض. وكما ذكرنا من قبل أن شرف العلم من شرف المعلوم، وكما دل علم الطب وعلم الكيمياء والهندسة والفلك على أن الأمور عظيمة، فهي علوم في دنيا البشر علوم عظيمة ولها قيمتها ولها التقدير، كذلك شرف العلم من شرف المعلوم. وأشرف علم على وجه الأرض هو تعلم التوحيد وتعلم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. اليوم بإذن الله تعالى يعني نعيش مع حضراتكم في اسم جديد من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الحليم. الحليم، ما معنى الحليم؟ وكيف يستحضر المؤمن اسم الله الحليم في قلبه؟ وكيف أن لأثر تعلم اسم الله الحليم أثر كبير جدا في قلب المؤمن، ولكن حينما يعلم ما معنى الحليم. على غير المعتاد، وفي اليوم الرابع حضر عبد الله قبل ميعاد أذان صلاة الفجر بعشر دقائق. وصلاة الفجر يعني من الصعب جدا أني أمر على سطر أو قول أو كلمة تشير من بعيد أو قريب على أمر الصلاة ونعديها، لا يجوز لنا أبدا. صلاة الفجر حفظ من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بورك لأمتي في بكورها. من يعتاد أن يترك صلاة الفجر ويبدأ يومه بدون صلاة فجر بدأ يومه بكبيرة من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيصبح خبيث النفس كسلان. يعني بيسأل كده، هو إيه المشكلة؟ يعني المشكلة فين؟ ده أنا كل حاجة تمام، ده أنا واخد بالأسباب، ده أنا نازل بدري ورايح شغلي والدنيا تمام وعامل كل حاجة وجايب الأسعار وعامل كل المجهود اللي أقدر عليه. هي الدنيا واقفة ليه؟ هي الحياة واقفة ليه؟ هو أنا في مشاكل بيني وبين زمايلي في الشغل ليه؟ هي مراتي قلب عليا ليه؟ هم أولادي ما بيسمعوش الكلام ليه؟ هي عربيتي كل شوية تتخبط ليه؟ هو أصبح خبيث النفس كسلان، هو خرج بره أوقات البركة. بورك لأمتي في بكورها. البكور دي وقت من وقت الفجر وحتى شروق الشمس، الوقت اللي كان بتتوزع فيه البركة في هذا اليوم. حضرتك كنت نايم، بس أنا كنت تعبان، بس أنا راجع من الشغل متأخر، براحتك. بس خد بالك، أنت بدأت يومك بكبيرة من أكبر الكبائر. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم إيه؟ ساهون. ده كان بس يعني كان ساهي، ما كانش متعمد ولا حاجة لا قدر الله، لا ده كان مكسل بس. طب ده إيه بقى؟ ده ليه عذاب شديد في النار. وكل ما كان يتوعده الله سبحانه وتعالى، وكل ما كان يترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد من الله سبحانه وتعالى أو رسوله في الآخرة، هذه هي الكبيرة. يعني أنا إزاي أقدر أميز بين الكبيرة وبين الصغيرة؟ إن الكبيرة إما أن لها حد في الإسلام، زي حد شرب الخمر، حد صارخ، حد الحرابة، الردة، فلها حد في الإسلام، أصبح حد الزاني. فكل دي حدود، الحدود دي لأن الذنب إيه؟ كبير، أو أن الله سبحانه وتعالى يتوعده بألام وعذاب في الآخرة، كما قال تعالى: فويل للمصلين. مش هنسكت، مش هنقول فويل للمصلين ونقف، نقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم إيه؟ ساهون. فأصبح دي كبيرة من أكبر الكبائر. الله سبحانه وتعالى توعد من يترك الصلاة تكاسلا بوعيد في النار وعذاب. فالإنسان ينتبه، لو عايز فعلا يبقى حياتك فيها بركة ابدأ في وقت البركة. ما ينفعش أبدا أن أنت تقول بقى أصلا تعبان، أصلا مكسل. وكمان الأصعب من ده أن ممكن واحد يقول: لا والله الحمد لله أنا بصلي الفجر. طب الحمد لله، طب زوجتك أخبارها إيه؟ لا والله أنا ماليش علاقة بيها، هي بقى تنام ما تنامش ماليش علاقة. طب الأولاد أخبارهم إيه؟ لا والله أصلا بصحيهم بيتعبوني جدا، فبصراحة مش هقدر أجي جنبهم، مش هقدر أجي جنبهم، أنا هنزل أصلي الفجر. طب فين بقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها؟ حاجة من الحاجات المهمة جدا حقيقي
نافعه جدا مع الاولاد تحديدا، لانه فعلا ممكن احيانا الواحد يعني ايه ربنا يرزقه كده بولد او بنت تبقى متعبين فعلا في ان انت تصحيهم. صحيهم ازاي بقى؟ حد كده بيصحي اولاده الفجر؟ صحيهم ازاي؟ ها؟ ميه، ماشي، هتحط له ميه يعني ولا هتعمل ايه؟ رش ميه. فين البخاخه بتاعت المكوى؟ ها؟ ممكن. عارفين البخاخه بتاعت المكوى؟ هات البخاخه بتاعت المكوى دي وتعالى وانت كده نزل صلي الفجر رش على زوجتك بخ بخ. مش هنعملهم، مش هنغرقهم ميه، هتبخ عليهم بس ميه هيفوق. رش على زوجتك، رش على اولادك، خد بالاسباب، اعمل عليك وادعي لهم. يعني مين فينا بيدعي لاهل بيته ويدعي لاولاده ويدعي لزوجته ان ربنا يشرح صدرهم للصلاه والصلاه على وقتها؟ قليل. فخدوا بالكم من الجزئيه دي، مهمه جدا. الشاهد يعني كالمعتاد قرأ عبد الله الجزء الرابع من اجزاء القران، وبعد ان انتهى قال بتأثر شديد: ما أحلمك يا الله، كم شعرت اليوم بهذه الآية، والله عليم حليم، وأنا أتذكر ذنوبي وإدماني للمخدرات ومشاهدة الإباحيات ومرافقة النساء، فعلا فعلت ذنوب كثيرة. طبعا اللي بيحضر معنا الأول مرة يعني قصة الكتاب، الكتاب بتدور القصة بين شخص اسمه عبد الله. عبد الله كان عايش في ذنوب ومعاصي وبدأ يفوق ويلتزم ويصحح مسار، فبدأ يروح للشيخ في المسجد وبدأ يسأله عن بعض الأمور متعلقة بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، والشيخ هيبدأ يوجه عبد الله لتوحيد الأسماء والصفات وتعلق القلب بمولاه. فسأل فقال: ما معنى الحليم؟ ولماذا جاء العليم مع الحليم؟ والله عليم حليم. لماذا جاء العليم مع الحليم؟ ولا هي الآية كده وخلاص؟ لا طبعا، أكيد كل آية وكل حرف في القرآن له حكمة، والله سبحانه وتعالى هو الحكم الحكيم، يضع الشيء الصحيح في مكانه الصحيح في زمانه الصحيح، صح؟ فلابد أن يكون هناك حكمة. تعالوا نشوف الحكمة إيه. أجاب الشيخ: وهو يرى التغيير الجذري الذي يحدث في شخصية عبد الله يوما بعد يوم بفضل الله أولا وأخيرا، ثم بفضل العودة للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الجزئية دي مهمة جدا، ألا وهي أن الإنسان ممكن يكون عايش في غفلة. كتير منا ممكن يبقى عايش في غفلة، ممكن يبقى عنده 30 و40 و50 سنة وعايش في غفلة، ممكن يكون ملتزم وملتحي ومنتخبا ويكون يظن من نفسه الالتزام، لكن على أرض الواقع هو جاهل بجهل كبير جدا بالعلم الشرعي. ممكن صحيح سمت الظاهر كويس وده خير ان شاء الله يساب عليه، لكن هو محتاج يتعلم علشان يكون السمت الظاهر متوافق مع الباطن. احيانا بيجي الشاب بيجي يلتزم، وبعد التزامه بثلاث اربع شهور الشيطان بيسيبه في الاول شويه كده، فبعد ثلاث اربع شهور يبدا الشيطان يتسلل لقلبه ويبدا يقول له: الله، انت بقالك ثلاث اربع شهور عمال تصلي في المسجد وعمال تحضر دروس علم وعمال تسمع دروس علم، وانت زي ما انت، انت ما تغيرتش، انت برضو بتكلم البنات في الحرام وبتشاهد الحرام وما بتغضش البصر، انت زي ما انت. فيبدأ في اللحظة دي، اللحظة دي تبقى لحظة صعبة جدا 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 بعد الالتزام بفترة بسيطة. اللحظة دي حاجة من الاثنين، اما ان ربنا يشرح صدره انه يكمل في طريق الدعوة وطلب العلم والالتزام ومفارقة الصحبة السوء، او انه ينتكس، ملهاش تالت، يا بيرجع يا بيكمل. عشان كده مهم جدا ان مفيش حد يلتزم ويمشي لوحده. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم. ما تقوليش همشي لوحدي، ما تقوليش انا همسك الكتاب وهقراه، لا، هيبقى اخطائك كبيره جدا، لابد ان تجتهد. الشيخ ابو صالح الحويني يعني ربنا يحفظه كان بيقول دايما جمله رائعه، جمله قويه جدا جميله جدا، يقول ان الكل مجتهد، الكل مجتهد، ولكن اجتهاد العوام في ان يجتهد في من يستفتي. يعني حتى اللي هو اللي ما يعرفش حاجه في العلم الشرعي هو مطالب بانه يجتهد في من يستفتي، في من يساله، يتعلم العلم الشرعي مع من. محمد بن سيرين وهو من كبار التابعين كان يقول ان هذا العلم دين، كان يتكلم عن علم الحديث، يقول ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم. يبقى الكل مجتهد، وده انا حتى قلته كتير قبل كده، استخير تكمل معايا الدرس ولا لا، ما يمكن اطلع انا راجل ضال مضل واضلك في الاخر. انا بقول، انا بدعي، بقول ان انا من اهل السنه وعلى ركب اهل السنه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان اكون من المتقين وعلى درب المتقين، وبقول ان انا باعلي من الكتاب والسنه بفهم سلف الامه،
ده كلامي، ده ادعائي. طب انت واجب عليك برضو ان انت تستخير الله، هو الراجل ده اكمل معاه ولا لا، اسمع له ولا لا؟ مش اي حد في مجلس علم في درس في خطبه اروح اسمع له وخلاص، ممكن يطلع شيعي، ممكن يطلع صاحب بدعه ولا هوى ولا ضلال. فانا بقول لك ان انا من اهل السنه، بس انت يجب عليك برضو ان انت ايه، تستخير الله. فالجزئيه دي مهمه، ان في تغيير بيحصل، في تغيير بيحصل. يعني اللي بدا يلتزم ده وترك الصحبه السوء، وبعد ما كان بيشرب حشيش وبيشرب مخدراته وعلاقات نسائيه محرمه وبيتفرج على افلام اباحيه، بدا يفوق ولا انا مش هكمل كده، وبدا يصحح مسار وبدا يستدرك مفات، تاكد يقينا ان في تغيير بيحصل. بس التغيير ده انت ممكن ما تبقاش شايفه. ليه؟ لان احيانا الواحد ما بياخدش باله قوي من التفاصيل البسيطه. زي ايه مثلا؟ تخيل كده واحد مثلا تخين شويه وعمل رجيم، هو متابع نفسه لحظه بلحظه، فيجي بعد اسبوع مثلا من الرجيم، بعد 10 ايام يقول انا بعد حارم نفسي بقالي 10 ايام من الاكل وانا زي ما انا. يجي واحد صاحبه ما شافوش بقاله 10 ايام، يجي يقول له ايه، وانت خسيت ولا ايه؟ يبدا يفرح. هو ليه بيفرح؟ لان هو بدا ياكد له حاجه هو شاكك فيها. انا شاكك ان انا خسيت، فلو واحد جاي يقول له وانت خسيت ولا ايه، فساعتها في اللحظه دي احس ان انا كده نجحت. نفس الكلام الشيطان هيجي يقول له انت ما اتغيرتش، انت زي ما انت. لا، هو اتغير. بعد ما كان بيشاهد الافلام الاباحيه كل يوم 4-5 مرات، بقى بيشاهد الافلام الاباحيه مره كل اسبوع. بعد ما كان بيكلم بنات في الحرام، بقى بيكلم واحده. بعد ما كان ما بيتقيش الله في المال الحرام، لا بقى بيتقي الله. مع الوقت ومع الدعاء ومع المصابره ومع المجاهده، بفضل الله وقف البنات في الحرام، وقف الافلام الاباحيه، وقف المخدرات، وقف الصحبه السوء اللي كان معاها. ومع الوقت بدا يبدل الصحبه السوء لصحبه طيبه، صحبه صالحه مع الوقت. فالتغيير ما بيجيش مره واحده، التغيير ما بيجيش مره واحده. عارفين كده مثال يعني عشان التشبيه، تخيل حضرتك راكب سفينه، حضرتك راكب سفينه خلاص كده، ولغايه اخر لحظه بالليل قبل ما تخش تنام، وانت شايف ايه؟ شايف السفينه في وسط الايه، في وسط البحر، صح كده؟ عينك شايفه حاجه تانية؟ مش شايفه حاجه تانية. دخلت تنام، قبطان السفينه في فتره النوم دي 6-7 ساعات اللي انت نايم فيها دي، اخذ قرار مع الطاقم القيادي معاه، يا جماعه احنا هنغير اتجاه السفينه، هنصحح مسار، احنا كنا ماشيين غلط، هنصحح مسار. ايه اللي حصل؟ السفينه دي اتغيرت مره واحده ولا بدات تلف سنه 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 لغايه ما صحح مسار؟ صح كده. صحي من النوم اخونا بقى اللي كان لسه نايم من 6-7 ساعات، صحي شاف الايه، شاف السفينه برضو ماشيه في نفس الاتجاه في وسط البحر، فقال ايه، ده هي زي ما هي، ما اتغيرتش. ما هو انا برضو انا كنت سايبها كده، هي ماشيه في وسط البحر. ايوه بس الاتجاه اتغير. الشيطان مش هيقول لك ان الاتجاه اتغير، هيقول لك ده انت زي ما انت، لكن هو لا، في تغيير حصل، بوصلة القلب اتغيرت. بعد ما كان همه كل يوم يرجع من الشغل يكلم صحابه عشان يشربوا حشيش ولا يقعدوا على القهوه ولا يقعدوا يعملوا كذا طول الليل، النهارده بدا يسيب الكلام ده تماما. فالشيطان يجي يقول له انت ما عملتش حاجه، ما انت لسه بتعمل برضه لسه ذنوب ومعاصي. ايوه صحيح، ولسه ما زال بيعمل ذنوب ومعاصي، بس برضه في ذنوب ومعاصي ايه؟ سابها. هو مش هيسيبها كلها مره واحده. يعني اللي بيلتزم ده، عشان بس مفاهمين، اللي بيلتزم ده مش بيدوس على زرار فبيحصل ايه؟ تعديل مسار. انت لو ركب عربيه، العربيه دي على سرعه 100 كيلو في الساعه، واكتشفت ان انت ماشي غلط، هل في اللحظه اللي انت هتصحح البوصله وهتصحح المسار هنمسك العربيه كده ونلفها الاتجاه الثاني بنفس السرعه؟ هيحصل كده ولا هيحصل ايه في العربيه لو عملنا كده؟ لو تخيلوا كده ماشي سايق في طريق 100 كيلو في الساعه اتجاه اسكندريه، ومره واحده لقى يافطه طالعه له بتقول له اتجاه اسوان كده، اكتشف في اللحظه دي ان هو ماشي غلط. ايه، هفضل مكمل حياتي كده في ذنوب ومعاصي وحرام واباحيات وصحبه سوء وماتشات كوره في اباحيات في قهوه في دومنه في شطرنج في طاوله في كوتشينه، هفضل مكمل حياتي كده؟ لا، ربنا خلقني لحاجه اسمى من كده واغلى من كده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. قال بس انا مش هكمل كده. اللحظه دي بقى ممكن تختلف من شخص للتاني. واحد بقى يفوق وعنده 15 سنه، ده بقى يعني ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واحد تاني فاق وعنده 20، واحد تاني فاق وعنده 30، واحد فاق وعنده 50. في الاخر اللحظه اللي هتفوق فيها ويجي لك الرساله من رب العالمين واضحه ان انت ماشي غلط وصحح مسار، امسك فيها بايدك واسنانك وما تضيعهاش، لان ممكن ما تجيلكش تاني. وممكن الرساله تجي لك وما تفهمهاش، زي تلاقي مثلا كتير
تساله مثلا هو انت التزمت ازاي، يقول لك ده انا كنت راكب في عربيه وطلع في رحله مع ناس صحابي، العربيه اتقلبت واصحابي ماتوا وانا الوحيد اللي عشت، فمن ساعتها فهمت الرساله وقلت لا انا مش هكمل في الذنوب والمعاصي. مش بنشوف الكلام ده؟ شوف يقول لك مثلا ده كان فلان، ده كان قوته وصحته احسن مني ومره واحده مات، فانا قلت لا مش هكمل انا في الحرام. فالرساله بتيجي من رب العالمين لانه رب هادي. فالرساله لما تجيلك وتفهمها امسك فيها بايدك واسنانك. فالتغيير بيحصل، في تغيير بيحصل، لكن انت ممكن ما تبقاش شايف تفاصيله. تعمل ايه؟ استمر على الدعاء، اللهم يا منقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. استمر على ايه؟ الدعاء. معنى الحليم، معنى الحليم. قبل ان نبدا سويا في تدبر اسم الله الحليم، لابد ان نتعلم ان هناك مقصد اساسي من التوحيد وثمره اساسيه من التوحيد، انك توحد الله فيكون هذا التوحيد، توحيد الاسماء والصفات والربوبيه والالوهيه كما ذكرنا من قبل، له اثر مباشر على اعمال القلوب. لا يوجد عندي انفصال بين اعمال القلوب التي هي من العقيده والتوحيد ومن الايمان وبين التوحيد. في اثر مباشر في التقوى والشكر والحمد والخوف والرجاء. كلما بتتعلم اسم من اسماء الله الحسنى كلما تزداد محبه لله وتزداد خوف من النار وتزداد رجاء في الجنه والثواب من الله سبحانه وتعالى. انت ترى ان العصبيه والغضب والتوتر والقلق اصبح سمه الحياه اليوميه، غضب، مشاحنات، مشاجرات، ولاتفه الاسباب. فقد يطلق الزوج زوجته لامر تافه ثم يعود ويندم على ما فعل ويبحث عن مخرج من هذا الطلاق، والله سبحانه وتعالى هو الحليم. حد عارف يعني ايه حليم؟ اللي عارف يرفع ايده. اللي عارف يعني ايه واحد فقط في المسجد يعلم ما معنى الحليم. خد بالك، ده اسم من اسماء الله الحسنى وصفاته العلى، اسم له اثر كبير جدا 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 على اعمال القلوب باسرها. ما معنى الحليم؟ طب حد، طب ممكن خلاص كده جزاك الله كل خير، كده في واحد معانا يعلم الحليم، طب حد ممكن كده يتخيل معانا يعني اسم الحليم؟ يقول لي كده، طب والله انا متخيل ان الحليم ده يعني كذا. حد يقدر يتخيل؟ طيب الحليم الايه؟ الايه؟ الهدوء عند الغضب. يعني قربت، بس حلو، يعني مبادره منك حلو. ها ايه تاني؟ الحليم. اتفضل يا شيخ. جزاك الله كل خير. الحليم الذي لا يتعجل العقوبة من الذنب الذي يأتي من العبد. جزاك الله كل خير. هذا هو معنى الحليم. يمهل العباد. ليه؟ لعلهم إيه؟ يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليه يا رب؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يتذكرون، لعلهم ينيبون. فالله سبحانه وتعالى يمهل العباد لعلهم يتوبون. هذا هو الحليم. فحينما تعلم أن الحليم يعلم الذنب ويعلم السر وأخفى، يعلم الذنب الذي تقوم به الآن ولا يعاجل بالعقوبة، تزداد له محبة، تزداد منه خوف، تزداد له رجاء. إنسان ممكن ينتهك الخلوات، وانتهاك الخلوات وذنوب الخلوات أصل الانتكاسات، فيدخل أوضته ويقفل الستائر على نفسه ويظلم أوضته ويشاهد الإباحية ويشاهد الأفلام المحرمة، والله سبحانه وتعالى حليم، يرسل إليه الهواء من أسفل الباب حتى يتنفسه حتى لا يموت. سبحان الله، ما بيحصل. يدخل أوضته ويقفل أوضته تماما، يقفل باب ويقفل شباك ويقفل ستائر ويظلم الأوضة. خلاص هو دلوقتي جاهز نفسه أنه هو هيفعل الذنب والمعصية، ويمكن لو ظل في اوضته دي بالمنظر ده 3-4 ساعات ممكن يموت مخنوق، ممكن يموت مخنوق. الله سبحانه وتعالى حليم، يعلم انه يفعل الذنب ويرسل اليه الهواء من اسفل الباب حتى يتنفسه حتى لا يموت، لعله يتوب، لعله يرجع. الله سبحانه وتعالى هو الحليم، يرى عباده وهم يرتكبون المعاصي بل ويكفرون ويؤخر عقابهم حتى يرجعوا ويتوبون. فالله حليم، يتمهل في العقوبة ويؤخرها ولا يستعجلها،
على الرغم بص بقى الجزئية دي مهمة، على الرغم من قدرته سبحانه وتعالى على عقاب المسيء لكنه يتركه حتى يرجع إليه. الله سبحانه وتعالى لا يعاجل بالعقوبة، لا يعاجل بالعقوبة. فتحب الله سبحانه وتعالى أنه لا يعاجل بالعقوبة. وعلى فكرة من الأمور المهمة جدا في مسألة الحليم، مش كده أقول لك، في أثار، في أثار إيمانية مهمة. لما تجد أن إنسان اتفضح، اعلم أن غالبا فعل هذا الذنب مرارا وتكرارا والله كان حليما معه حتى انكشف الغطاء ونفذ رصيد الحلم عند الله سبحانه وتعالى لهذا العبد. الله سبحانه وتعالى هو حليم، وأنت لك حظ من حلم الله، ولك حظ من حفظ الله، ولك حظ من ستر الله. فلا تتكل على الستر والحفظ والحلم، لا تتكل على هذا، لأنك ممكن في لحظة ينكشف الغطاء، ينكشف الستر. الأصل أن احنا نستر، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الآخرة، ده الأصل بيننا كمسلمين. لكن لا تتكل على هذا الأمر، لأن ممكن في لحظة الحلم ينتهي. فتجد أن مثلا مرة كان في من فترة كده شخص يعني كنت أحسبه على خير وملتزم وسبحان الله، يعني كان في ناس كتير ممكن بتثق فيه وتديله الأموال يوزعها، قصة كده كانت قصة جميلة جدا. وسبحان الملك بعد يمكن 3-4 سنين بيختلس من هذا المال وبيسرق هذا المال ولا يتقي الله فيه، على أهون سبب، والله أهون سبب، مكتبه كان سابه في يوم الدرج نسي يقفل المفتاح، وكان في ختم لجمعية هو فيها، ختم ده موجود فين؟ في الدرج. فبيشوفه كده هو مش موجود في اليوم ده، كان غايب ونسي قدرا يقفل الدرج ده بالمفتاح. واحد من زمايله بيدور على الختم معاه، فبيشوف الدرج ده مفتوح فبيسحب عشان يختم إيصال خارج من الجمعية، وهو كان مسؤول عن الإيصالات دي. وسبحان الله لقى ورقة مكتوبة في الدرج مكتوب فيها حاجات غريبة غريبة، اختلاسات وسرقة علنا. سبحان الله لما جه قاعد يحلف بأيمان مغلظة إنها أول مرة يعملها. أنا قلت له استحالة تكون دي أول مرة، الله سبحانه وتعالى حليم، أنت بقالك سنين بتعملها، أنت بقالك سنين. ومع الضغط عليه قال ده أنا كاتب كل فلوس واخدها وكان في نيتي إن أنا أرجعها. طب بقالك على الحال ده بقالك قد إيه يا عم الحاج؟ بقالي 3 سنين. سبحان الله حليم. بس في لحظة معينة مهما كنت واخد بالأسباب وتقول أنا هقفل الدرج وبالمفتاح والمفتاح ده في جيبي، وجيبي ده محدش يقدر يجي جنبه، والتليفون بتاعي ده عليه الباسورد محدش يقدر يفتحه، واللي مش كل في لحظة ممكن غطاء الستر ينكشف، الحلم ينتهي، الحفظ ينتهي. فخد بالك، مش كده احنا بنتعلم أسماء الله الحسنى فيها آثار قوية جدا مباشرة على الواقع على حياتك. لو موبايلك ده انت لا تتقي الله فيه وبتتكل بس على ان انت حاطط عليه باسورد، ده ممكن في لحظه صندوقك الاسود ده يتكشف على الناس في لحظه. انا بتجيلي قصص كتيره على مساله ان واحد توفى وموبايله لقوا عليه كذا وكذا وكذا وكذا، قول سبحان الله، ربنا يعني سطره في الدنيا واهله دلوقتي عايزين يفضحوه في الاخره. طبعا انا دائما وابدا بأوصي بان من سطر مسلما في الدنيا سطر الله ايه؟ سطر الله في الاخره دائما وابدا. بنأكد على المعنى ده، لو انت لقيت النهارده في الموبايل مثلا والدك ولا زوجتك ولا لقيت حاجه، استر بقى، خلاص استر، ما تفضحش. بس انا عايز اقول لك ان ممكن تتفضح، ممكن تبقى انت عايش في الدنيا شايف بتظهر للناس شيء وانت عندك في صندوقك الاسود ده اشياء ولا يعلمها الا الله، ممكن في لحظه تتفضح. فخد بالك الله سبحانه وتعالى حليم، لكن لك حظ من حلم الله. فلا تتكل على ان الله ده ربنا حافظني، ربنا بيحبني. خدوا بالكم ده من تلبيس ابليس، ده من تلبيس ابليس والله. ان يجي يقول لك ايه ربنا بيحبني، مش معنى ساترني حافظني حليم معايا. طب وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ طب ما خلاص ما تراجع نفسك بقى، طب ربنا بيحبك وسترك، طب انت هتفضل دايس يعني بنزين في المعاصي بتقول ان ربنا ساترني؟ طب ما اتقي الله بقى، اقف، ما تدوس بنزين اكتر من كده. فده من الامور المهمه جدا. اسمع بقى الحته دي حلوة جدا. قال ابن القيم رحمه الله: فإن المخلوق، فرق بقى بين حلم الله وحلم المخلوق، في فرق
كبير، ولا نشبه صفة من صفات الله بصفات المخلوقين. لكن عشان تبقى فاهم المعنى، قال ابن القيم رحمه الله: فإن المخلوق يحلم عن جهل ويعفو عن عجز. أحيانا ممكن واحد يأذيك فأنت تقول عفى الله عما سلف، أيوة صحيح جزاك الله كل خير، بس أنت عاجز، أنت أصلا مش قادر تجيب حقك، فبتقول عفى الله عما سلف. لكن لو تقدر تجيب حقك، لو أنت النهاردة معلش يعني لو أنت النهاردة وزير ولا ضابط ولا أمين شرطة حتى، ولا ليك عندك أي واسطة، مش هتقول عفى الله عما سلف غالبا، هتقول لا ده أنا والله لأنتقمن منه انتقاما لم يراه من قبل، صح ولا إيه؟ ده أغلب الناس. لكن أحيانا بيبقى إيه العفو عن إيه؟ عن عجز، عاجز مش عارف يعمل ايه، جاره بلطجي وهو طالع انضربه على دماغه، قال له هو ده النظام، الله يسامحك هو مش قادر، مش قادر عليه، ده بلطجي يا عم، ده ممكن يطلع حاجه من جيبه، ولا ممكن ده مجنون، ده ممكن إيه؟ صح. فيوكل لله سبحانه وتعالى. هل هو كده اذنب؟ ما اذنبش طبعا، ان شاء الله مساب. بس انا عايز اقول في الاخر العفو ما كانش عن مقدره، كان عن ايه؟ عن عجز. فقال ابن القيم: فان المخلوق يحلم عن جهل ويعفو عن عجز، والرب تعالى يحلم مع كمال علمه ويعفو مع تمام قدرته، وما أضيف شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم ومن عفو إلى مقدرة، فيش أزين من كده. عشان كده الآية ذكر فيها إيه؟ ذكر فيها الحلم مع العلم، الحلم مع العلم. الله سبحانه وتعالى حليم عليم قوي جبار، فأسماء الله وصفات العلى مترابطة فيما بينها، لا يوجد بينهما انشقاق، فكل اسم من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى دل على أسماء أخرى. فنجد أن الرحمن إذا ذكر وحده دل على الرحيم، دل على التواب، دل على الغفور، دل على الغفار. أسماء الله الحسنى وصفات العلى فيها ترابط كبير جدا 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 فيما بينها، وكلها كمال وجمال وجلال. حينما يتعلم الإنسان أن الله حليم يمهل ولا يهمل، يحب الله سبحانه وتعالى ويخاف من النار ويرجو الجنة والثواب. الله سبحانه وتعالى هو الحليم، حليم نعصاه ويسترنا، حليم خبير ستير، حليم بصير، حليم قادر قدير ولكنه حليم، حليم حكيم لا يتعجل للعصاة بالعقوبة، حليم يبتلينا لأنه يحب عباده المؤمنين، حليم لعلهم يرجعون. الله سبحانه وتعالى بيقدر كورونا، يقدر الأمراض، يقدر الضيق في الأرزاق، ويقدر الابتلاءات، ويقدر موت ولد وموت والد وحريق، ويقدر ويقدر ويقدر، ليه؟ لعلهم يرجعون. أحد لسه يعني أحد الإخوة بعت لي شقة كده يعني قريبة اتحرقت من كام يوم، شقة اتولعت عن بكرة أبيها، كل الأجهزة بالستاير، شقة مرعبة مرعبة. يعني الإخوة اللي راحوا يصوروا الشقة عشان نحاول نساعد الأخ اللي بيته اتحرق ده، يعني سبحان الله البيت فحمة، سقف بحطان بأرض، البيت ولع ولع كل مش مثلا صالة ولا، بس الحمد لله أهل البيت نجوا. فلما الاخوه راحوا يتكلموا مع الاخ وبداوا يتكلموا معاه اللي هو يعني بيته اتحرق وكده، اكتشفوا انه مدمن خمر، بيشرب حشيش ليل نهار، وزوجته تركت البيت من اسبوعين، من اسبوعين سابت البيت وطلوا طلقني. فكان هذا الابتلاء سبب في انكساره وتوبه الى الله، قال انا هصحح مسار، كان ناوي يطلق زوجته ويخرب بيته. اما حصل كده الرسالة جت شديدة صحيح، بس هو فهم الرسالة الحمد لله، قال تبت إلى الله، كل الناس اللي بخرج معها دي مش خارج معها تاني، تبت إلى الله. فأحيانا ربنا سبحانه وتعالى بيقدر ابتلاء شديد صحيح، بس عشان ينكسر، ما هو مش راضي ينكسر، مش راضي. يجي كورونا وتلاقي الناس دايسة برضو في الذنوب والمعاصي وساحل ومساحل ومهرجانات وترندات ويوتيوب والدنيا، الله الله كورونا ده مرض، ده أخذ بشر، ما ترجع مكمل ليه؟ ما توقف لعلهم يرجعون، فمش راضي يقف، فيجي الابتلاء اللي بعده أشد، مش راضي يقف، فالابتلاء اللي بعده أشد، مش راضي يقف. زلازل في براكين، في مجاهرة بذنوب ومعاصي، نجد إن مغنية يعني ربنا يهديها
تخرج يعني يخرج خبرها على كل الناس انها كانت في علاقة محرمة بتشرب مخدرات وبتعمل كذا وكذا، والناس يروحوا افواج يدافعوا عنها على صفحات الفيس وفي كل مكان وفي الميديا ويدافعوا عنها. يا جماعة لا اله الا الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي معافى الا المجاهرون. لما واحد بيجهر بمعصية ازاي انا دافع عنه؟ ده انا الاصل ان انا اعمل ايه؟ اعمل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال بان ايه؟ ترد عن ظلم، مش راح ادافع عنه. ولا اصل اقدم فن جميل خلال العشرين سنه اللي فاتت، ده كان واقع في علاقه محرمه، ده كان بيشرب مخدرات، ده كان بيعمل كذا وكذا من الفجور والذنوب والمعاصي، هندعي له ربنا يهديه، لكن مش هفرح بيه واقعد ادافع عنه ازاي؟ لازم كده الامور واضحه والطريق الى الله سبحانه وتعالى واضح. اخر حاجه نختم بيها ان شاء الله الاثر الايماني. كما ذكرنا احبابي في الله ان هناك اثر مباشر في تعلم اسماء الله الحسنى في اعمال القلوب من محبه وخوف ورجاء. العبد يزداد محبه لله الحليم الذي لا يعاجله بالعقوبه. في دنيا البشر، في دنيا البشر ولله المثل الاعلى، ابنك يحبك لو انه غلط وانت ما عاقبتوش بس لفتت انتباهه، قلت له خد بالك انت عملته ده غلط، هيزداد ليك محبه. بخلاف اب تاني كل ما ابنه يغلط لازم يعلقه، اي غلطه صغيره كبيره لازم يعلقه، لازم يضربه، لازم يعاقبه. فهو لو حب ابوه من باب الفطره انه ابوه، لكن هيظل في الاخر في حواجز شديده جدا قلبيه بينه وبين ابوه، ده كل ما يغلط لازم يتضرب، دي كل ما تغلط لازم تتضرب، لازم في عقاب شديد. طب حتى يعني ايه في قانون الهندسه المعروف ان كل شيء ايه؟ ها؟ ها؟ مضرب شيء في الحيطه ويرجع لي، هيرجع لي بنفس القوه ولا القوه اكبر؟ هقول ايه؟ لكل فعل رد فعل، ماله؟ ها؟ مساوي له ايه؟ في القوه ومضاد له في الايه؟ في الاتجاه. يبقى انا لو مسكت كوره دلوقتي، مسكت الكوره دي وقمت خابطها كده في الحيطه بنفس السرعه دي، عملتها كده، ايه اللي هيحصل؟ هتخبط في الحيطه وهترجع تاني في ضد الاتجاه بنفس الايه؟ بنفس القوه، صح كده؟ طب تخيل بقى انت واحد مثلا ابنه غلط فعلا، ابنه غلط غلطه، مسكه وضربه ضرب شديد. طب هل الفعل اللي هو عمله ده يساوي الضرب الشديد ده؟ الله سبحانه وتعالى وهو الخالق الحليم لا يعاجل بالعقوبة، فتزداد محبة لله. ليه؟ لأنه لا يعاجل بالعقوبة، لا يعاجل بالعقوبة، وهو حليم قدير، قادر مقتدر. الله سبحانه وتعالى يتصف بالحلم مع عباده. الله سبحانه وتعالى لا يخوف العباد مجرد تخويف ولكن لسبب. يبقى لما بيجي الابتلاء وبيجي الوعيد بالنار وبيجي هذا السبب حتى تعود، مش المطلوب منك انك تعيش في الدنيا دي وانت بس خايف، لا. عشان كده دايما بنعاتب الدعاء اللي بيتكلموا على المحبه بس، او بيتكلموا على الترغيب في الجنه بس، او بيتكلموا على الترهيب من النار بس، لا. نقول ان اركان العباده ثلاثه: محبه، خوف، رجاء. قال تعالى في حق سيدنا زكريا وزوجته انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا ايه؟ رغبا ورهبا. يبقى انت بتربي ابنك بالترغيب والترهيب، لو ما بيصليش هتاخده مره كده ومره كده.